السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ربيع القلوب والذي يأتيكم عبر قناة حضرموت الفضائية طيلة أيام الشهر الفضيل، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. في بداية هذه الحلقة يسعدنا أن نرحب بلجنة التحكيم فضيلة الشيخ العبد بن سالم باخميس رئيس اللجنة، أيضا نرحب بفضيلة الشيخ سعيد بن محمد باجريدي عضو لجنة التحكيم، كما يسعدنا أيضا أن نرحب بعضو لجنة التحكيم فضيلة الشيخ أشرف بن سالم دعكيك. أهلا وسهلا بكم مشايخنا الكرام، وكل عام وأنتم بخير مجددا. مشاهدينا الكرام، نبقى وإياكم مع المتسابقة الأولى في هذه الحلقة. نجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام، وأيضا نرحب بالمتسابقة الأولى في هذه الحلقة الحافظة آمنة عبد القادر جواس. نبدأ الآن بأخذ مظاريف الأسئلة لنعرضها على الأخت المتسابقة لاختيار ظرف السؤال. تفضل يا أخت. نسلم ظرف الأسئلة للجنة التحكيم، يتسنى لنا البدء بفقرة الأسئلة. المتسابقة آمنة عبد القادر جواس، السؤال الأول: اقرأي من قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. بارك الله فيك. السؤال الثاني: اقرأي من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا
أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أحسنت وبارك الله فيك. نشكر الحافظة آمنة عبد القادر جواس على هذه التلاوة الطيبة والمباركة. نبقى الآن مع لجنة التحكيم لأخذ ملاحظاتهم على هذه التلاوة. نبدأ أولا برئيس اللجنة فضيلة الشيخ العبد با خميس. الحمد لله، الطالبة آمنة، تلاوتك طيبة وحفظك متماسك، لكن عليك أن تلاحظي أزمنة الحروف وتوفيت كل حرف مخرجه من مكانه الصحيح. ليس كل الحروف ولكن بعض الحروف كالهمزة مثلا، وكذلك الإدغام الناقص يوفى حقه من الغنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي حفظك وفي من حفظك القرآن، إنه جواد كريم. اللهم آمين. أما الآن نبقى مع فضيلة الشيخ سعيد باجريدي لنرى إن كان لديه أي ملاحظات على تلاوة المتسابقة آمنة عبد القادر جواس. الطالبة آمنة، قراءتها طيبة، أداؤها متقن، إلا أن هناك ملاحظة بسيطة في الإخفاء الحقيقي. أنا أعتقد أنها تلصق في الإخفاء، في بعض حروف الإخفاء الحقيقي، كقول الله تعالى عند وغيرها من الكلمات الواردة معنا في التلاوة، فهنا ليس فيها إلصاق. بارك الله فيها، قراءتها عموما طيبة جدا حقيقة، بارك الله فيها. أشكرك فضيلة الشيخ سعيد. فضيلة الشيخ أشرف بن سالم دعكيك، ما هو تقييمك لهذه التلاوة؟ المتسابقة آمنة جواس، قراءتها طيبة وحفظها متقن. نضيف ملاحظة أخرى على ما ذكرها المشايخ في قضية قلقلة القاف، يعني لا تميلي القلقلة إلى الضمة، يعني أن تقولي مثلا لا أقوت لنك، هذه ملاحظة. الملاحظة الأولى قضية تغليظ اللام في لفظ الجلالة الله، كذلك فيها ضعف قليل في قضية تغليظ اللام في حرف في لفظ الجلالة الله. بارك الله فيك ونفع الله بك. مشاهدين الكرام، إذن نشكر الحافظة آمنة عبد القادر جواس على هذه التلاوة الطيبة والمباركة، ونتمنى لها ولبقية المشاركين التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى. دعونا الآن نتعرف على المشاركة الثانية.
مشاهدينا الكرام، ونحن في هذا الجو القرآني الروحاني يسعدنا أن نرحب بالمتسابقة الثانية الحافظة رشا سالم غانم من مدينة المكلا، ونتمنى لها التوفيق ولبقية الحافظات المشاركات في هذا البرنامج. نبقى الآن مع فقرة الأسئلة، بطبيعة الحال نأخذ الأسئلة ليختار أو لتختار المتسابقة ظرف من هذه المظاريف. تفضل فضيلة الشيخ أشرف لطرح الأسئلة على المتسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. نوجه السؤال الأول للمتسابقة رشا. اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أحسنت وبارك الله فيك. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما سلككم في سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين. حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنها تذكرة. كلا إنه تذكرة. فمن شاء ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أحسنت وبارك الله. نشكر الحافظة رشا سالم غانم على هذه التلاوة الطيبة. نبقى الآن وحضراتكم مع ملاحظات لجنة التحكيم، نبدأها برئيس اللجنة فضيلة الشيخ العبد بن سالم باخميس. الحمد لله، الطالبة رشا سالم غانم حفظها جيد وتلاوتها جيدة، لكن بعض الملاحظات
ومنها الغنة المصاحبة لكل الحروف، هذا الذي سمعناه كقوله تعالى من ذا الذي يشفع، يعني كأنه الميم خارجة من الخيشوم والياء لابد تكون الإدغام محل الغنة، والغنة مكانها معروف من الخيشوم، أما ما عدا حروف الغنة فتخرج كل واحد من مكانه. هذه الملاحظة. والملاحظة الثانية بارك الله فيك، تلافي السين، يعني لابد من إخراج السين من مخرجه الصحيح إذا سكنت، لأنه من حروف الهمس، الهمس في السين، كقوله تعالى المسكين، المسكين لابد هنا أن تكون السين واضحة، والباقي ما شاء الله، فتح الله عليك ونفع الله بك. شكرا فضيلة الشيخ، لكن هنا سؤال يطرح نفسه فضيلة الشيخ. نعم. ما هي النصيحة التي نوجهها لحافظ القرآن للتخلص من مشكلة الغنة في الحروف الغير محسوبة على الغنة؟ أيها هنا الملاحظة التي ممكن أن يتلافها، أن التدريب اليومي مع الأستاذ أو المحفظ، التدريب اليومي يسمونه عمل الرياضة اللسانية، بحيث أن الطالب يعتمد في إخراجه للحروف على كل مكان، مكان كل حرف من مخرجه، سواء كان حروف الجوف أو حروف الحلق أو حروف اللسان. الملاحظة لا يمكن خلط الحروف بمكان خروج الغنة، هذا الملاحظة التي أريد أن أتكلم. شكرا ونفع الله بك فضيلة الشيخ. نبقى الآن مع فضيلة الشيخ سعيد باجريدي، إن كان لديه أي ملاحظة على تلاوة الحافظة. الطالبة رشا حفظها طيب، أداؤها متقن، إضافة إلى ما ذكر الشيخ العبد، نؤكد على مخرج السين، وأيضا الهمس في الكاف، الهمس في الكاف حقيقة كان غير واضح، لا إكراها في الدين، وإلا فقراتها طيبة بارك الله فيها. أحسنت وبارك الله فيك فضيلة الشيخ. نبقى الآن مع فضيلة الشيخ أشرف بن سالم دعكيك، إن كان لديه أي ملاحظة على تلاوة الحافظة رشا غانم. مجدد الشكر للطالبة رشا، فقراءتها طيبة وكذلك حفظها متقن. إضافة إلى الملاحظات التي ذكرت، يعني نريد منها تنتبه لحروف الصفير بشكل عام، السين والصاد كذلك في المصلين مثلا، كذلك ضعف التفاخيم في بعض الحروف مثل لام لفظ الجلالة الله، وباقي الملاحظات واردة، كذلك التاء الهمس في التاء، فرت أو أولا نأتي بالشدة، شدة الكاف، ثم بعد ذلك نأتي بالهمس، فرت بهذه الطريقة. بارك الله فيك ونفع الله بك. جزاك الله خير. أيضا هنا فضيلة الشيخ ملاحظة واردة، كيف يمكن للقارئ وحافظ القرآن أن يميز بين التفخيم والترقيق في لفظ الجلالة الله؟ لام لفظ الجلالة هي لها حالتان، يعني تفخم إذا جاءت مفتوحة أو قبلها مفتوح أو قبلها مضموم، كذلك تفخم مثل رسل الله مثلا، والله تالله، هذه الحالات تفخم فيها لام لفظ الجلالة. أما كيف نطبق هذا يحتاج إلى دربة، ويحتاج كذلك كما ذكر أبو هاشم الشيخ حفظه الله أنها تحتاج إلى تدريب، وتحتاج إلى تلقي ومشافهة من أفواه المشايخ المتخصصين في هذا المجال. لام لفظ الجلالة ترقق إذا جاء قبلها مكسور مثل بالله ومثل بسم الله، كذلك إذا كسرت لله ما في السماوات وما في الأرض، والله تبارك وتعالى أعلم. جزاكم الله خير جميعا مشايخنا الفضلاء. مشاهدين الكرام، أيضا نشكر في هذه اللحظات المتسابقة رشا غانم من المكلا على هذه التلاوة الطيبة، ونتمنى لها ولبقية الحافظات التوفيق والنجاح في هذه المسابقة. فاصل ثم نعود بعده، فابقوا معنا. الحافظة أوسان عمر السلمي من السويري من مديرية تريم هي ثالث المتسابقات في هذه الحلقة. نبقى الآن مع لجنة التحكيم للبدء بفقرة الأسئلة، نأخذ في هذه اللحظات مظاريف الأسئلة لتقديمها للأخت المتسابقة لاختيار أحد المظاريف.
أفضل شيخ أشرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالمتسابقة أوسان السلمي، ونحب أن نسمع منها من أول سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
أحسنت وبارك الله فيك. السؤال الثاني من سورة طه، اقرأي علينا من قول الله تبارك وتعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. يفقهه قولي. يفقهه قولي. يفقهه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به هارون أخي اشدد 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 به اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أحسنت وبارك الله فيك. أحسنت وجزاك الله خيرا. نبقى الآن مع استعراض ملاحظات لجنة التحكيم على تلاوة الأخت أوسان، نبدأها برئيس اللجنة فضيلة الشيخ العبد باخميس. ما شاء الله الأستاذ أوسان عمر السلمي تلاوتك طيبة جدا والحفظ متماسك ما شاء الله، إلا أن هناك بعض الملاحظات. كوني على دراية ألا تكرري مثل هذه الملاحظات. الكاف المهموسة في قوله تعالى وذكرى للمؤمنين، لم نسمع الهمس جيدا في الكاف، وكذلك الترقيق في الراء في قوله تعالى ويسر لي أمري، فكأنك قرأت ويسر لي أمري، لكن الصحيح ويسر لي أمري. هكذا الاهتمام بترقيق الراء في هذا الموضع، وكذلك همزة الوصل عندما قرأت اشدد كسرت همزة الوصل وهي داخلة هنا على فعل، وثالث الفعل مضموم، كان الأولى أن تبدأ بالضم، كان الأولى أن تقرأي اشدد وليس اشدد. بارك الله فيك، نفع الله بك. جزاك الله خير.
أحسنت وجزاك الله خير. نبقى الآن مع فضيلة الشيخ أشرف بن سالم دعكيك ليلقي علينا ملاحظاته على تلاوة الأخت الحافظة أوسان. المتسابقة أوسان عمر السلمي بارك الله فيها، قراءتها طيبة، إلا أننا نضيف بعض الملاحظات لما ذكرها الشيخ. مخرج الدال، مخرج حرف الدال كأنه غير واضح المخرج، عندما تقولي مثلا وش دودي، الأصل أن يخرج من مكانه الصحيح من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، وش دودي وش دودي بهذه الطريقة. كذلك في مشكلة عندك في قضية الفك السفلي عند الحرف المكسور الرحيم، كأن الحرف يعني غير واضح، ما تقدر تقول الرحيم، الأصل أن تطلقي هذا المد وهذا الفك السفلي ينخفض، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم. القضية الأخرى الإلصاق، كأن عندك إلصاق في الإخفاء، في أنزل وفي أنفسهم، تقرئين بالإلصاق أم 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 أنفسهم أنزل، فالأصل يعني تقرأ الإخفاء بالطريقة الصحيحة له، وبارك الله فيك. أحسنت وجزاك الله خير فضيلة الشيخ أشرف. فضيلة الشيخ سعيد باجريدي تفضل لإلقاء ملاحظاتك على هذه التلاوة. الطالبة أوسان السلمي قراءتها طيبة وحفظها متقن، إلا أن هناك ملاحظات بسيطة أحب أن أذكرها لها. في مجمل القراءة واضح جدا في مطمطة، بعض الحروف فيها مطمطة واضحة جدا، فزيادة على الوتيرة التي يجب أن تقرأ بها، مثلا أعوذ أعوذ تعطيها أكثر من اللازم. كذلك ابتداء همزة الوصل، الابتداء بهمزة الوصل الأصل أن تكون واضحة، اتبعوا يعني ما كانت واضحة عند القراءة. نعم، أيضا لاحظت توقف على بعض الحروف الساكنة، وقفة بسيطة كذا، تأخر زمن، مثلا إذ وتسكتين شوية كذا وبعدين تقرأين، هذه أيضا يجب أن تلاحظينها. كذلك تحقيق الكسر كان خفيف جدا في قول الله تبارك وتعالى أن يقوذي فيه، كانت خفيفة جدا. وأيضا تأثر بعض الحروف المرققة بعدها حرف مفخم بالحق، هكذا قلتي هي بالحق. وأيضا صوت القاف حال الوقف عليه كان في شيء من الإزعاج، وإلا في القراءة والله طيبة جدا، بارك الله فيها. جزاك الله خير فضيلة الشيخ سعيد باجريدي. لكن إذا ما أوردنا ملاحظة هنا، ما هي مراتب القلقلة في القرآن الكريم حتى تعم الفائدة؟ نعم، القلقلة تأتي قلقلة كبرى في آخر الكلمة، في آخر الكلمة حال الوقف على الكلمة، تمام، القلوب. وتأتي صغرى، وتأتي صغرى إذا جاء حرف القلقلة وسط الكلمة، تمام. نعم، تأتي صغرى. وأيضا يضاف إلى قلقلة عظمى، وهو الحرف المشدد حال الوقف عليه، مثلا بالحق وهذه أيضا وردت معنا. نعم، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ سعيد باجريدي. أيضا مشاهدين الكرام نتوجه بالشكر للحافظة والمتسابقة أوسان عمر السلمي على هذه التلاوة، ونتمنى لها ولبقية زملائها الموفقية والنجاح. مشاهدين الكرام، فاصل أخير لنتعرف على المتأهلين من هذه الحلقة. عدنا إليكم من جديد مشاهدين الكرام، الآن سنعلن لكم نتائج هذه الحلقة، لكن قبل ذلك سنأخذ رأي لجنة التحكيم وتقييمهم العام لهذه الحلقة. نبدأ برئيس اللجنة فضيلة الشيخ العبد باخميس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرنا الدائم للمتسابقات الثلاث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهن
وأن يقوي حفظنا وحفظهن إن شاء الله سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى ربط القرآن برمضان، فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والشكر متواصل لقناة حضرموت على أنها هيئت هؤلاء الشباب وأبدوا التشجيع لهم ليتنافسوا على كلام الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم الذي أنزل فيه القرآن. فالملاحظات التي ألقيها الآن ليس معناته أنه نقدا في حق هؤلاء الحفاظ الذين ملأوا صدورهم من كلام الله، بل هي ملاحظات لنا ولهن أيضا، نسأل الله أن ينفع بنا وبهن إن شاء الله. اللهم آمين. نعم، هذه الملاحظات، جل هذه الملاحظات يتركز عليها الاهتمام بالمخرج أيتها الأخوات والبنات. اهتم بإخراج الحرف من مخرجه هذا أولا، ثم الصفات التي وقد سمعتنا الملاحظات التي ألقيت علينا من قبل اللجنة، الصفات وخاصة حروف الهمس وحروف الصفير. يعتني الإنسان بالتدريب اليومي والملاحظة والجلوس مع الشيخ أو الشيخة أو الأستاذ أو المحفظ، ويسمع باللفظ اليومي المتكرر تقريبا هذه وكذلك الاهتمام بالمدود أيضا. ألقيت هذه الملاحظات لكي تتلافى كل واحدة من كنا مستقبلا هذه. وصدقونا يا أخوات، الاستفادة أولا لكم، ونحن أيضا كلجنة نستفيد من هذه الملاحظات. نفع الله بكنا وجزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خيرا أيضا فضيلة الشيخ. نبقى الآن مع فضيلة الشيخ أشرف بن سالم دعكيك حول تقييمه حول هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. نجدد التقدير والشكر لهؤلاء الأخوات اللاتي نذرن أنفسهن لحفظ كتاب الله وتعليم كتاب الله. ولا شك أن الإنسان لا يخلو من القصور، وخصوصا في هذا الجو، جو المسابقات، فتحصل بعض الهفوات، وهذه الملاحظات تسترشد بها الأخت والمتسابقة من أجل أن تستفيد وأن تقوي حفظها وأن تقوي مخارجها وأن تستفيد من هذه الملاحظات. وكذلك المشاهدون عليهم أن يستفيدوا كذلك من هذه الملاحظات من أجل تقويم اللسان، نسأل الله التوفيق للجميع. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الكلمة لك الآن فضيلة الشيخ سعيد بجريدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد شكرنا وتقديرنا للأخوات المتسابقات معنا في هذه الحلقة على تفوقهن وحسن أدائهن، ونتمنى عليهن أن يأخذن كل الملاحظات التي وردت من قبل اللجنة بعين الاعتبار. أحسن الله إليهن وبارك الله فيهن. شكرا لك فضيلة الشيخ، والشكر أيضا موصول لجميع المشايخ الفضلاء. أيضا أعزائي المشاهدين، نتوجه بالشكر للمشاركات معنا في هذه الحلقة: الحافظة آمنة عبد القادر جواس، والحافظة رشا سالم غانم، كذلك الحافظة أوسان عمر السلمي. نبقى الآن مع عضو لجنة التحكيم فضيلة الشيخ أشرف بن سالم دعكيك لإعلان نتيجة هذه الحلقة ولمعرفة من الحافظات سوف تتأهل معنا إلى المراحل المتقدمة. نتيجة هذه الحلقة كالتالي: المتسابقة آمنة عبد القادر جواس تحصلت في الحفظ على 100 درجة، وفي التلاوة على 98 درجة. النتيجة النهائية 198 درجة. أما المتسابقة رشا سالم غانم تحصلت في الحفظ على 99 درجة ونصف الدرجة، وفي التلاوة على 96 درجة. مجموع أو النتيجة النهائية 195 درجة ونصف الدرجة. المتسابقة الثالثة أوسان عمر السلمي تحصلت في الحفظ على 98 درجة، في التلاوة على 92 درجة. مجموع الدرجات 190 درجة.
إذن نبارك للأخوات الحافظات المتأهلات إلى المراحل المتقدمة، الحافظة آمنة عبد القادر جواس والحافظة رشا سالم غانم، وكذلك نشكر الحافظة أوسان عمر السلمي على مشاركتها مع تمنياتنا لها بالتوفيق والنجاح في مسابقات قادمة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نشكر لكم حسن المتابعة، غدا بإذن الله تعالى لنا ملتقى في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.